اللي وقع ولدي هو واحد الوقت شعرت بشي حريق في الرجل اللي شريها في الظهر، وانا عندي لاسياتيك قديم. مشيت شفت واحد الطبيب صاحبي وقال لي، قلت لي واش نقدر ندير شويه ترويد بلا باش ما نشربش الفانيد ديال الاونتي انفلاماتوار، حيت هذاك الترويد كيحيد شويه لي دولور. ما حدينا كندير الترويد ورجلي كيبردوا كي حتى فشلوا، حتى مشاو رجليا تخلعت. اتصلت بالاصدقاء ديالي كنعرفهم كيعرفوا شنو هو لاسياتيك، وتا هما عندهم نفس المشكل بحال السي عبد الله منتصر الاستاذ معتصم. اش قال لي السي عبد الله؟ قال لي راه خاصك، ما خاصك باقي دير شي حاجه حتى دير لي يرم. علاش؟ باش تعرف بعداش عندك، عاد دير ديك الساعه الترويض وتعرف اش من ترويض غادير. وفعلا درناه هذيك العشيه مازال، وخرج هذاك اللي يرم، وبدينا كنقلبوا شكون اختصاصي في اسمو. كنسول، خليت فين كل شيء، ناس كينصحوني بواحد السيد اللي هو الدكتور شفيق عزيز، وماشي غير كيقول لي كومبيتون، كيقول لي الراجل كومبيتون ويخاف الله. بجوج جيت عنده شرح لي داك الشيء، دار معايا الاثنين، الوحده ونص جوج كنت عنده، شرح لي داك الشيء بالتفصيل. قال لي راه عندك انزلاق الغضروف، خرج من بلاصتو ولصق في الجهه الاخرى، ما حد كنت تمس فيه هو كيجمد لك في رجليك، هو كيسلخ فيك ولي دولور. دابا اللي خاصنا في اقرب وقت قال لي هو نحيدوه، نديروا العمليه باش ما يديرش حوايج اخرين. وفعلا الغد هذاك الاثنين مشيت مازال دار لي لي زاناليز ديال، شافني الطبيب ديال التخدير وديال القلب والسكر وهادي وكذا، والغد ديال الثلاث دار لي العمليه وجبد لي هذاك القروج حيدو. ها هو عندي في القرعه هنا دابا، تصوروا دابا مشاو دوك لي دولور ديال هذاك لاسياتيك مشاو، ولكن بقى المخلفات ديال هذاك القروج اللي هما الرجلين دابا ما كنقدرش نزيدو داكشي. دابا غادي يحاول معايا كيفاش بشويه بشويه باش يبداو يتسرحوا دوك ديال الرجلين، باش نقدر مع الترويض بشويه بشويه نقدر ان شاء الله نمشي. دابا داير الكروسه طيحن الله. اولا ما كنقولش للجمهور، كنقول احباب الغيوان، لان هاد الناس اللي كيأجروا اكثر من 60 سنه وما بقاش الجمهور، الناس اللي كيعاونوك وكيتضامنوا معاك، بالاخص الفنانين كلهم. باش نعطيك واحد الشيء، الفنانه كلهم بدون استثناء كيكون خلافات، غير كيمرض شي واحد كيوليو وحدين اخرين، كيوليو يقلبوا عليه ويشوفوه وكذا. علاش؟ الناس كاينه الانسانيه في هاد الناس، لي زارتيست كاملين راه كل واحد عنده انسانيته في شكل، ما تصحبش لا هذا راه حقود ولا هذا، ما كاينش هاد الهضره. الفنانه كيضمنوا بعضياتهم اللي كيكون شي واحد مريض ولا